نتصفح الجرائد الإفريقية الصادرة اليوم ونبدأ هذه الرحلة من جنوب إفريقيا. صحيفة The South African تكشف في معطيات إحصائية أن ما يقارب 10% فقدوا وظائفهم أو اضطروا إلى إغلاق مقاولاتهم في فترة الحجر الصحي. الصحيفة الجنوب إفريقيا قالت إن هذه الوضعية جعلت الكثير من المقاولات غير قادرة على تحقيق أي أرباح. وفي رواندا اعتقال فيليسيان كابوغا المتهم بالتورط في أعمال الإبادة الجماعية في البلاد مثار اهتمام ذا نيو تايمز. الصحيفة الرئيسية في رواندا أفادت بأن فيليسيان كابوغا الممول المشتبه به في الإبادة الجماعية مثل يوم أمس للمرة الأولى علنا أمام المحكمة بعد 4 أيام من اعتقاله في ضواحي باريس. وإلى إثيوبيا وتفاعلات سد النهضة الكبير على صفحة فانا بي سي، وزارة الخارجية الإثيوبية عقدت اجتماعا تواصليا مع سفراء دول آسيا والمحيط الهادي والشرق الأوسط وخصص لعرض آخر تطورات هذا السد. وفي كينيا نقرأ على صحيفة ذا ستار أن كبار مسؤولي وزارة الخارجية الكينية انخرطوا في اتصالات مع نظرائهم التنزانيين لتخفيف التوتر بين هذين البلدين بعد قرار الرئيس أوهورو كينياتا إغلاق الحدود البرية مع تنزانيا للحد من انتشار الفيروس. أما في الغابون فقد اهتمت لونيون بالحالة الوبائية في البلاد. الغابون شهد تسجيل 65 إصابة جديدة ويرتفع بذلك العدد الإجمالي إلى 1567 حالة ووفاة 6 مصابين وتعافي 365 آخرين. وختام هذه النشرة من غانا، حيث أفادت ديلي جايد بأن غانا تلقت منتوجات عضوية قائمة على مادة الأرتيميسيا والتي تقول السلطات الملغاشية إنها تساعد على علاج فيروس كورونا.